السلام عليكم ومرحبا بكم في شهيوه جديده من شهيوات ام انس. اليوم جيت وجبت لكم خبز البريوش او ما يسمى بخبز الحليب، جيد رطب وهش. اذا عجبكم الفيديو اليوم ما عليكم الا تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه ديالي وكذلك تفعيل جرس جيد ضروري. المهم كنقول لكم خليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج كيسان ديال الطحين، كيسان ماشي كيسان عنبه وانما كيسان ديال القهوه كبار شويه بنفس الكاس. غادي نعبروا حتى الحليب، عندي هنا كاس حليب دافي، جوج كيسان ديال الطحين نفس العبار، وعندي هنايا كيس فانيليا مخلط مع معلقه كبيره ديال السكر، عندي معلقه صغيره ديال الملح، عندي هنايا الخميره ديال الخبز، انا عندي خميره حبيبات، كل كيس عندي فيها 7 غرام يعني غنحتاج 14 غرام من خميره الحبيبات. نتوما الا ما عندكمش حبيبات كتستعملوا خميره طريه. وعندي هنايا الزيت غنحتاج 3 ديال المعالق كبار، وغادي نحتاج بيضه واحده، غنحتاج للتزيين غنحتاج غير الصفر ديالها، وغنقوز معكم الطريقه ديال الخلط. واحد الاناء غادي نضرب الخميره ديال الخبز باش نذوبها اولا، عندي ملحه، عندي هنايا معلقة سكر مع كيس فانيليا، غادي نزيد ديك الكاس د الحليب لي دافي، أو غادي نزيد 3 ديال المغارف كبارين ديال الزيت، يعني ما بعد 3 ديال المعالق كبارين ديال الزيت، حيت كنهضر بالمغربيه خصني نحاول ما امكن نهضر حتى باللغه العربيه. مره كيستقسوني الناس من بلدان اخرين، يعني مصر او لا السواعده ولا ما كيفهموش العربيه ديالنا، لذلك انا المغارف ما غيفهموهاش. المهم 3 ملاعق عامرين ديال الزيت، غادي نخلط الكل حتى تذوب لي الخميره. هاد الخبز هو خبز الحليب، كيجي جد طري وكيجي لذيذ بزاف وسريع التحضير. مثلا الى الانسان كان مزروب يقدر يعملو حتى في الصباح، كيجي طري طري ولذيذ لذيذ بزاف. دابا غادي نزيد الطحين وحتى العجينه، ملاحظه العجينه ديالها كتجي كتلصق في اليدين. انا غادي نخلط الكاس الاولاني هو الاول، بسم الله. نزيد الكاس الثاني، كيف ما قلت لكم راه كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش. تقدروا نتوما مثلا تستعملوا كاس ديال الحليب وجوج كيسان ديال الطحين ما غيكفاوكمش، غادي تجيكم جاريه بزاف. تقدروا تزيدوا معلقه جوج ديال المعالق على على العجينه. صافي انا جاتني هي هذيك كيف ما كتشوفوا. صافي انا غادي نخليها، غادي نغطيها بواحد بلاستيك غذائي، نغطيها مزيان باش ما يدخلش معاها الهواء، وغادي نعملها في فرن سباق لي سخنته على حراره عاديه، يعني ماشي حراره تكون عاليه بزاف. غادي نخليها تخمر لي على حسب الجو اللي عندكم نتوما، تقدر تدي معكم نص ساعه ساعه، المهم تخمر مزيان يعني تضاعف الحجم ديال العجين. من بعد نقوز معكم الطريقه ديال التحضير ديالها. كيف ما كتشوفوا هاي العجينه ديالي من بعد حسبوها داك 38 40 دقيقه ما كملاش بالساعه، حيت انا عملتها في فران سخون ولكن ما خصوش يكون سخون بزاف. عاود كما كتشوفوا الحجم ديالها تضاعف. غادي نحيد هاد الميكا، مساعدة الزيت طبعا، ما قلت لكم انا عندي هنا جوج ديال الزيت حيت العجينه كتلصق. انا غندهن شويه يدي هيدا،
وغادي نحاول نهبط العجينه غير شويه، تخرجوا منها النفس. على فكره هذا الخبز ديال الحليب كيجي جد رائع، خاصه الفطور سهل، كيتقدم مع العسل مع الفرماج كونفيتور اللي كان عندكم في يعني في متناول. انا غادي نجيب دابا الصينيه، غادي نعمل فيها كاغ ديال الزبده، ورق الزبده اللي ما عندهاش تدهن الصينيه ديالها عادي بالزبده والطحين. غادي نوريكم الطريقه. غادي نرش شويه ديال الطحين، واخا هو ورق الزبده نرش شويه باش يتسايد لينا الكلام. غادي ناخذ، غادي نطيحها هيدا كما كتشوفوا، اللي ضروري ما يكون مدهون بالزيت. صافي غادي نبقى نبسط فيها. على شكل خبزة دائرية، والسمك ديالها خصو يكون رقيق، ما خصوش تكون غليطة بزاف وماشي رقيقة بزاف، يعني بين وبين. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالها، غادي نقاد شويه على الجوانب. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الخبزه ديال الحليب ديالي. انا غادي نردها من الفران، كيف ما قلت لكم عندي الفران دافي ولكن ماشي سخون، يعني الا كان سخون غادي ما غادي تخمرش معاكم، يعني العجينه غادي دير. غادي ندخلها كيف ما قلت لكم من الفران، غنخليها لمده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تعاود ترتفع، يعني السمك ديالها يرتفع تخمر، ونقول لكم الطريقه ديال التزيين ديالها. كيف ما كتشوفوا هذه هي الخبزه ديالي من بعد ما خمرت. انا غنقول لكم دابا الطريقه ديال التزيين. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندوز شويه غير على اطراف الاصابع ديالي، وغادي نعمل واحد الدائره هيدا الصبع ديالي يدين يعني بالاظافر كيف ما كتشوف معايا، كتجي بحال الخبزه التركي. اصلا الخبز التركي هيدا كيعملوا له كيعملوه باليدين هيدا، كيجي جد رائع. ضروري ما تدهنوا اليدين ديالكم بالزيت باش ما تلصق لكمش العجينه في الاطراف ديال الاصابع. نقلب العجينة هيدا، نحاول نقرب انا عندكم باش تشوفوا. كتجي جد رائعة. هاد الخبز الحليب كيجي رطب 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 بزاف. المهم دابا غادي نخلط واحد الصفار ديال البيضة وغادي نزوقها بالزنجلة، نوري لكم الطريقة. كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي هنا الصفار ديال البيضه، عملت فيها قطيره ديال الحليب يعني ما يعادل معلقه صغيره ما عمراش بزاف، وقطيره ديال الخل. ما دهنت الخبزه ديال الحليب بالبيضات، غادي نشبر عندي الزنجلان هيدا. ثم تقدروا تعملوا الزنجلان، تقدروا تستغناو عليه، تقدروا اللي كان عندكم يعني تزانوج، يعني الحبه السوداء كتجي بها لذيذه. اصلا التوارك كيعملوها بالحبه السوداء كاع، ما كيعملوها بالزنجلان، كتبقى على حسب الاختيار. انا كتعجبني بالزنجلان، كيعطيها مذاق رائع.
صافي غنخليها تخمر لمدة 15 دقيقة على ما يسخن لي الفران مزيان وندخل الطب. وها هو خبز الحليب كيف ما كتشوفوا خرجته من الفران، او ما يسمى بالبريوش، تقدروا تسموه حتى البريوش. كيف ما كتشوفوه جد جد رطب، شوفوا كيجي رطب 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 للغاية. يعني شانقول لكم ما عليكم الا تجربوه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ما تما شفتوا، انا وريت لكم كيفاش عامل رطب. انا دابا غادي نشبر العسل، ثم تقدروا تعملوا مثلا تقدموها مع الكونفيتور، مع فرماج، مع اي حاجه. كيجي جد رائع. كيف ما كتشوفوا انا قطعت واحد الطريف، غادي نوري لكم من داخل الاوخ كيف عامله. كيف ما كتشوفوا جد 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 لذيذ ورطب. إذا عجبتكم الوصفة ديال اليوم، وصفة خبز الحليب وما يسمى البريوش، ما عليكم إلا تعملوا جيم للفيديو وتبارتاجيو الفيديو بيناتكم بين الأهل والأصحاب باش تعم الفائدة. والناس اللي باقي مشتركين في القناة ديالي عملوا أبوني واشتركوا، وباش يوصلكم كل جديد خصكم تكليكيو على الجرس، يعني تفعيل الجرس جد ضروري. المهم كنقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله. باي.